الدين ومحمد رابطه غير نضال صمدي. نحن يعني ننطلق في ساعة جديدة متواصلة لهذا الحدث الكبير، الإنجاز التاريخي لوصولنا للدفعة الثالثة من تحرير الأسرى الأطفال الفتية من سجون الاحتلال بقوة قرار المقاومة وصمودها في قطاع غزة المحاصر. نتابع أيضا مشاهد للحظة يعني لقاء أحد الأسرى شباب الأشبال المحررين مع عائلته. شعور يعني إن كان ابني أو أي أسير، كل واحد يعني كلنا أولادنا وأخواننا وأهلنا، يعني طبعا فرحة لا توصف، ولكن يعني بآلام، يعني مغمس بدم الشهداء. 20 ألف مفقود، تقريبا 30 ألف جريح. يعني الحمد لله على كل حال. تحية لأهل غزة، المقاومة الشريفة اللي تحدت العالم وانتصرت وذلت الاحتلال. يعني 350 آلية للاحتلال، من دبابات ومن دراعات وجرابات اللي تدمروا، القذائف اللي نزلت على غزة ما نزلت لا على ولا على أي دولة بالعالم. وشعبنا، تحية لشعبنا، الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا في غزة. وإننا مستمرون حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر. والد أحد الأسرى المحررين من الفتية والأطفال والأشبال في هذه الدفعة الثالثة من صفقة التبادل ضمن الهدنة لمدة 4 أيام فرضتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، في خلفها صمود كبير لأهلنا في القطاع، عنوان التقدير لدماء أهلنا في قطاع غزة المحاصر نسمعه على الألسن منذ 3 أيام في مشهدية الاحتفال والاحتفاء بالأسرى المحررين، نسمعه من ذوي الأسرى المحررين وأيضا من الفلسطينيين المحتفلين في الضفة الغربية بكل يعني مداها الجغرافي، لا سيما في القدس المحتلة. هذا الشكر والتقدير لدماء غزة في مواجهة هذا العدوان والاستمرار والصمود وصولا إلى مشهد إتمام الدفعة الثالثة من صفقة التبادل بين محتجزين إسرائيليين والجانب الخاص بالفلسطينيين من الأطفال والفتية والنساء. مشاهدينا، نشير إلى أننا نتابع هذه الصور في رام الله مع تجديد الإشارة إلى أن هذه الصور هي مظاهر الاحتفال والانتصار، ليس فقط بمنجز المقاومة. مجرد الاحتفال هو يسجل كانتصار. قوات الاحتلال حاولت أن تنغص على المحتفلين، على عوائلهم، حولت القدس المحتلة لا سيما في يعني في محيط منازل ذوي الأسرى المحررين من القدس، وبلغ عددهم 21 من الأطفال والفتية، إلى ما يشبه مقرات وثكن عسكرية، محاولة لسلب الفرح. حتى الحلوى تم مصادرتها واحتجازها، لكن هناك إصرار كبير على الاحتفال أيضا كصورة من صور الانتصار وتأكيد هذا الإنجاز التاريخي. معنا سيد إبراهيم المدهون، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني. عندما نتحدث عن صورة الانتصار احتفالا، سيد إبراهيم المدهون، أمام إسرائيل بقوتها العسكرية التي سخرتها أيضا بعد أن فشلت في تحقيق أي إنجاز في ميدان غزة، سخرتها لمنع الاحتفال بالأسرى المحررين. كيف يمكن التعليق على هذه المشهدية؟ لا، اليوم هناك إخفاق واضح للاحتلال الإسرائيلي رغم ما قام به من عمليات وحشية ومن عمليات قتل وتدمير على كل المستوى وعلى كل الأصعدة، وفاقت وحشيته كل الجزارين السابقين. يعني هو كان يتحدث عن النازية وما فعلت بالاحتلال، هم فاقوا النازية. ولهذا أنا أعتقد أن اليوم الشعب الفلسطيني رغم هذه الوحشية ورغم هذا التدمير ورغم مساندة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الاحتلال انكسر أمام هذا الشعب وأمام مقاومته
واليوم هذه بداية الانتصارات وبداية الإنجازات لشعبنا الفلسطيني. صحيح أن هناك حالة تدمير وقتل وشهداء وعشرات الآلاف من الضحايا ومعظمهم من الأطفال والنساء، لكن اليوم لا، هناك مرحلة جديدة فيها بدأ الاحتلال الإسرائيلي يعترف أنه لم يستطع أن يحقق أي من إنجازات من الأهداف التي رسمها، ولم يستطع أن يحقق إنجاز واحد إن كان سياسي أو عسكري. ولهذا الشعب الفلسطيني هو لا يحتفل فقط في إجبار الاحتلال على الرضوخ لمسار صفقة تبادل الأسرى، أعتقد أن الشعب الفلسطيني يحتفل لأنه بات لديه بارقة أمل أن هذا الإسرائيلي الذي هزم في قطاع غزة والذي لم يستطع أن يحقق أي من أهدافه والذي أجبر وأرغم أمام العالم أجمع على أن يتفاوض وأن يخرج الأسرى الأطفال والنساء المخطوفين لديه، هو اليوم مؤهل لأن يتنازل أكثر وأكثر على كل الصعد إن كان السياسية أو العسكرية. فنحن نعرف أن الحرب هي لغة السياسة، هي لغة الأهداف. اليوم الإسرائيلي فشل في هذه الحرب، فشل في تحقيق أي من الأهداف، فشل في تحقيق أي من الإنجازات. حتى انظري أن المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام قامت بتسليم أسرى العدو اليوم من مدينة غزة، من شمال قطاع غزة، هذا الذي ادعى الاحتلال الإسرائيلي أنه حاصره وضيق عليه واقتحمه وعاث فيه الفساد واستطاع أن يجتاح ويدخل هنا وهناك ودمر مستشفيات وشوارع وأحياءه. المقاومة اليوم لم تسلم فقط الأسرى التي لديها في مدينة غزة، بل قامت بعملية استعراض السيارات نفسها التي دخلت في 7 أكتوبر في عملية طوفان الأقصى. اليوم جابت قطاع غزة على أعين ونظر الاحتلال الإسرائيلي. اليوم هناك مشهد هزيمة حقيقية للعدوان، ربما يكون الأكثر إيلاما اليوم من إجبار الاحتلال الإسرائيلي على إخراج الأسرى الفلسطينيين هو حضور المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام في شوارع مدينة غزة، في وسط مدينة غزة، في شمال مدينة غزة، أمام كل هذه الترسانة العسكرية والإمدادات الأمريكية وطيران F-35 وF-16 والمركافة. هذا كله لم يمنع أن تكون المقاومة الفلسطينية اليوم تسيطر على مدينة غزة، تجوب مدينة غزة، تحتفل في مدينة غزة. الأمر الآخر المشهد الثاني، رغم الدمار والقتل والضغط على الخاصرة الضعيفة، الاحتلال ضغط على الخاصرة الضعيفة، الاحتلال جبن أن يواجه المقاتلين، فدمر العوائل واستهدف الجبهة الداخلية، استهدف الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية، استهدفها بقسوة وبوحشية. إيش قسوة؟ بوحشية، فاقت الوحشية حقيقة. لكن اليوم هؤلاء الذين فقدوا عوائلهم وفقدوا أبنائهم وفقدوا زوجاتهم وفقدوا أطفالهم، هم يخرجون اليوم ليحتفلوا ويقبلوا رأس المقاومة. معنى أن الاحتلال الإسرائيلي أيضا فشل في أن يجعل من هذه أن يصدع هذه الحاضنة الشعبية ويبعدها عن المقاومة وعن أبنائها الذين خاضوا العملية وعمليات المقاومة ودفعوا الاحتلال الإسرائيلي ثمن كبير. أعتقد اليوم لا، اليوم كان مميز في تاريخ الشعب الفلسطيني وفي تاريخ شعوب المنطقة وفي تاريخ جبهة المقاومة العربية والإسلامية في المنطقة. نعم، ومجددا نشير إلى مشهد الاحتفالات في رام الله، وهناك مشاهد تتوالى للحظة وصول عدد من الأسرى المحررين من الفتية والأشبال والأطفال في هذه الدفعة الثالثة ضمن تطبيق هذا الاتفاق إلى منازل عوائلهم، وبعض أيضا الأسرى المحررين محمولين على الأكتاف، حيث نتابع مباشرة في رام الله، وسنعرض تباعا فيديوهات خاصة في لحظة لقاء هؤلاء الأسرى المحررين
بعوائلهم، ونحن نتحدث عن أطفال، عن فتية، عن أشبال، يعني هذا يعطي أهمية للمنجز وأيضا للحظة المعانقة لعوائلهم. نشير للعاجل على شاشة الميادين. نتنياهو يقول أبلغت بايدن أن إسرائيل ستستأنف العمليات في غزة بكل قوة بعد انتهاء الهدنة. هذه إذا من التصريحات التي تأتي يعني تباعا حول الحديث عن إمكانية تمديد الهدنة. سنتابع الهتافات من رام الله. نتابع هذه الصور من رام الله، هتافات واحتفاء واحتفال بالأسرى المحررين، وبعضهم ما زالوا في قلب رام الله ويحملون على الأكتاف، والأصوات تهتف للمقاومة لغزة بصمود شعبها. الآن أيضا سنعرض فيديو للأسير المحرر الفتى خليل محمد بدر زماعرة، وهو من مدينة الخليل في الضفة. هذه صور للاحتفال بالأسير المحرر الفتى خليل محمد بدر زماعرة من مدينة الخليل في الضفة الغربية، محمولا على الأكتاف ويرفع أيضا راية المقاومة الإسلامية حماس في هذا المشهد الذي كنا نتابعه. وهذه الراية ترفرف كثيرا على مدى 3 أيام في ساحات الاحتفال، وأيضا بعض المحررين كنا نشاهد بأنهم يربطون هذه الراية على رأسهم مباشرة، راية القسام، راية حركة حماس، في نوع من التعبير عن الامتنان والتقدير لهذا المنجز الذي أدى إلى معانقتهم الحرية بقوة صمود أهلنا في قطاع غزة رغم الدمار والألم والدماء وعدد الشهداء والجرحى والمفقودين الكبير، لا سيما نتحدث من الأطفال والنساء. ومع هذا الصمود القوي للمقاومة أجبر الاحتلال بالذهاب لهذه الصفقة. انضم إلينا دكتور كامل حواش، الكاتب والمحلل السياسي من لندن، قبل الحديث عن المواقف الدولية كفلسطيني دكتور، كيف تتابع هذا المشهد؟ يعني حقيقة أمس مثلا لم ننم، بقينا ونحن ساعتين بعد قبل لبنان لنشاهد إطلاق سراح الأسيرات بالذات في القدس. كان يعني الدموع حقيقة كانت في بيتي وفي بيوت آخرين، لأنه كان هناك إطلاق سراح محتجزات وأطفال كانوا سيبقوا سنوات لولا ما حصل. فأتت هذه الحرب ليتم إطلاق سراحهم. وأيضا تابعنا الفرق بين إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأنا سعيد بأن تم إطلاق سراحهم، وبنفس الوقت إطلاق سراح السجناء في غزة. كان كل شيء منظم وكأنه يعني كأن الدولة التي تتصرف وبكل هدوء، وتم التعامل بطريقة جيدة مع كل من أطلق سراحهم، وحتى بدأ الحديث عن كيف كانت العلاقة بين الأسرى المحتجزين ومن كان يحتجزهم. ولكن أيضا شاهدنا وسمعنا البطش الإسرائيلي، تغيير القوائم، نقلهم من عدة أماكن، التنكيل بمن تم إطلاق سراحهم. وبعد ذلك استمعت، وما أثار فعلا يعني حفيظتي هو تحدثت إحدى الأسيرات عن أن كان في زنزانتها طفلة عمرها 12 عاما. يعني تخيلي هذا الإجرام الإسرائيلي، أنهم طفلة
وانا وغيري، انا لدي الطفل اقترب عمره من 12 عام، اتخيل ان يكون محتجزا، تخيلي يعني هذا الوضع. وكانت الاسيره المحرره ايقونه اسراء جعبيس قد تنقل ليس فقط عن اعتقال بعمر صغير لهذه الفتاه وعدد من الفتيات، انما طريقه المعامله القاسيه والتعذيب الذي كان يقوم قوات او تقوم قوات الاحتلال باكالها يعني لهذه الفتيات بعمر الطفوله دكتور. واليوم كان ايضا اذا سمحت لي بس من نقطه، احد الاطفال الذي سمعناه تحدث عن انه تم ضرب طفل اخر في الزنزانه التي كان بها اسمه ثائر ابو عصم. صحيح. وانه تركوه بعد أن ضربوه عدة مرات فقط لأنه سأل إذا كان ستكون هناك هدنة، ولكنه للأسف الشديد استشهد. فيعني تخيلي الفرق، الإجرام الإسرائيلي الذي لن يتوقف. مثلا هذا الطفل ممكن يعتقلوه مرة أخرى، أعتقد أنهم يشاهدون ويسجلون أسماء أو كل من هتف للمقاومة ومن مجد بما قامت به، مع أن هؤلاء يعني هذه كانت الفطرة تقول من أتى بنا أو أطلق سراحنا لم تكن دولة عربية، لم تكن السلطة، هذه هي المقاومة هي التي أتت بإطلاق سراحنا واحتفلوا بها وحملوا الراية الممنوعة في دول عديدة على فكرة، يعني رفع هذه الراية، ولكنهم بالفطرة عرفوا كيف تم إطلاق سراحه ومن وراءه. وأيضا كان هناك منظر آخر أشاهد أوجه أو وجوه القادة الإسرائيليين في المؤتمرات الصحفية وهم يعني مكتئبون وهم يعلمون أنهم دخلوا في حرب لا يعلمون إلى أين ستوصل. نعم يستطيع أن يلقوا آلاف الأطنان كما ألقوا من المتفجرات، ولكن اليوم كان فعلا مفاجئا للجميع أنه تم إطلاق سراح الرهائن اليوم من مدينة غزة نفسها ومن مركز فيها. طيب دكتور تبقى معنا ونحن نشير مجددا إلى أننا في هذه التغطية لخروج الدفعة الثالثة من الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل التي أجبرت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الاحتلال على إبرامها بعد حوالي 50 يوما من العدوان والقوى العسكرية في أعلى الدرجات وألاف الأطنان من القنابل والقذائف واستخدام نوعيات حتى جربت على أجساد الأطفال في قطاع غزة أسلحة تصنف على أنها محرمة دولية. ومع ذلك اليوم شهدنا إتمام لليوم الثالث لهذه الصفقة من جغرافيا شمال قطاع غزة، من مدينة غزة كانت عناصر كتائب القسام بسلاحهم بسياراتهم محاطون بالناس في شمال القطاع. هذا الموقع الذي أريد أن يقدم بأنه بوابة تمرير مؤامرة التهجير وإبادة شمال القطاع. من هناك كان تسليم المحتجزين في الدفعة الثالثة إلى الصليب الأحمر الدولي. هذا يعيدنا إليك سيد إبراهيم المدهون في التعقيب، ومع أيضا ما يتم نقله يعني بنيامين نتنياهو قال بأنني أبلغت بايدن بأنني سأعود لاستئناف القوى العسكرية والعمل العسكري ضد غزة بعد انقضاء أيام الهدنة، ومن ثم تنقل أيضا رويترز عن بأنه رحب بتمديد كل يوم للهدنة مقابل الإفراج عن 10 من المحتجزين. بماذا تشي مثل هكذا تصريحات؟ لا، نتنياهو الآن محرج هو وجنرالات الجيش الإسرائيلي من توقف العملية دون تحقيق أي إنجاز. هذا التصريح الذي سربته رويترز أعتقد أنه موجه للجبهة الداخلية الإسرائيلية أو الجمهور الإسرائيلي، أن يقول له نتنياهو لأنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية الإخفاق ومسؤولية الانكسار أنه لا مستعد أن يعود إلى القتال، وكأن الأمر يعني فقط بقضية استئناف القتال واستئناف العمليات العسكرية. 50 يوم من القتال، من التدمير، من الوحشية، من المجازر البشعة التي لم يشهد العصر الحديث لها مثيلا، ولكن لم يحقق الاحتلال الإسرائيلي أي إنجاز. مدينة غزة، شمال غزة، هذه المدينة وهذه المخيمات التي تم دكها وتم تدميرها وتدمير الأحياء منها، نفسها خرج اليوم أبناء كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، انتشروا في الشوارع وقاموا بتسليم الأسرى الذين لديهم. معنى ذلك أن كم يوم يريد الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن يوقف المقاومة الفلسطينية؟
هل لم يكفيه شهرين 50 يوم؟ هل يريد أين؟ وهو لم يحتل ولم يدخل في مدينة غزة إلا أطرافها الغربية، وهذه أطراف رخوية من الناحية الأمنية، يعني سقطة أمنية بالمعنى العسكري. لماذا؟ لأنها على البحر، والاحتلال الإسرائيلي التف من شرق مدينة غزة إلى غربها من أجل أن يتجنب صلابة العملية أو الخطة الدفاعية للمقاومة الفلسطينية، وهو يدرك أن شرق غزة سيكون أكثر مواجهة له. اليوم لا، الاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك دخل 50 يوم، مخيم الشاطئ تم تدميره بشكل كامل، دمر مخيم الشاطئ وهجر أهله، ومع ذلك حتى اللحظة لا يستطيع أن يسيطر على شبر واحد من قطاع غزة، فقط هو يعني دمر وقتل وارتكب كل المجازر الوحشية. اليوم بدأ العالم يستفيق، يعني نتنياهو صحيح أنه يريد أن يستأنف العملية، وأتوقع أنهم سيستأنفون هذه العملية، ولكن أعتقد أنه أيضا سيقف عند النقطة التي انتهى منها، أنه لن يحقق إلا القتل والتدمير. وقتل من؟ الأطفال. أنت تتحدثين اليوم عن أكثر من 8000 طفل تم تسجيلهم من الشهداء، أكثر من 6000 امرأة، ما يقارب لدينا أكثر من 17000 إلى 20000 شهيد. نعم. هناك أحياء كاملة تم تدميرها، ومع ذلك المقاومة الفلسطينية ما زالت تسيطر، وما زال لديها الكلمة العليا، وأجبرت الاحتلال نعم. الإسرائيلي على اختيار مسار التفاوض واختيار مسار التبادل. طيب. نريد أن نعرف ربما لأن الوقت داهمنا دكتور كامل حواش، أي تأثير للمواقف الدولية لا سيما الانقسام الأوروبي من تحديد يعني القرار الإسرائيلي، سيما أننا أمام صراع إرادات حتى الآن، ما يفرض إيقاع إدارة هذه المعركة حتى على طاولة المفاوض والنتائج هي حركة حماس يعني القسام بشكل مباشر. أعتقد هناك الطرفان القويان هو المقاومة، ولكن أيضا الطرف الأمريكي، يعني من سيغير المعادلة هي أمريكا، أن تقول كفى وتوقفوا، وهذا مهم. يعني هم مثلا وزير خارجية بريطانيا الجديد ذهب إلى إحدى المستوطنات، وطبعا أكيد يعني سردوا له ومن ضمنها الكذب ما حصل. طبعا كان هناك هجمة على هذه المستوطنات، ولكن لم يذهب إلى، أنا دعيته في تغريدة أن يذهب إلى جباليا، يعني إذا رأى الجانب الإسرائيلي فليذهب إلى غزة نفسها، إلى جباليا بالذات، ويقف مكان ما كانت العمارات التي تم تدميرها بقنابل تزن 2 طن، تخيلوا هذا البطش وهذه الجرائم، ليقف هناك. نتنياهو ذهب، فلماذا لم يذهب هو مع أن هناك هدنة؟ أعتقد أن المزاج الغربي بدأ يتغير الآن، الكل أعتقد مرتاح لهذه الهدنة، ولا يريدون أن يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل بدايتها، لأنهم يعلمون أن إسرائيل لم تحقق هدفها، هي رفعت السقف إلى تدمير حماس، وهي ليست في أي مكان قريب لذلك. فيعني كم تحتاج؟ كمان 6 أشهر؟ هل هذا ما تحتاجه لتسيطر على الوضع كله؟ ولكن أعتقد أن، وهم أيضا لا يريدون أن نعم. تستمر في محاولة تهجير الفلسطينيين. أعتقد أنه إذا عاد القتال أو الحرب، من ستكون كلها مركزة على طرد الشعب الفلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها. دكتور كامل حواش الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن. سيد إبراهيم المدهون الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سنعرض هذا الفيديو الذي يعني عرضته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس للحظات الأولى لتسليم المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر بشمال قطاع غزة في اليوم الثالث لهذه الهدنة، نتابع.
إذن مجددا هذه الصور التي يعني نشرتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس لتسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين، مجددا الصورة للمعاملة الطيبة والحسنة وهذه أخلاقيات المقاومة في طريقة التعامل، وواضح أيضا المبادرة في التعامل بالود من المحتجزين، هذا دلالة عن أن هذه الأيام كلها كانوا يلاقون معاملة حسنة من المقاومة، وهذا التسليم في جغرافيا لها دلالة اليوم في شمال قطاع غزة المحاصر. التلويح في الوداع هذا يعني نراه من الأطفال كما الكبار، والأطفال معلوم أنهم لا يكذبون، هؤلاء المحتجزين خرجوا من سيطرة القسام، وبالتالي هذه صور أيضا للتاريخ. مشاهدينا نحن سنكتفي بهذا القدر من التغطية، لكننا سنستمر بها تعميقا في النقاش في استكمال مسائية الميادين مع الزميل عبد الرحمن عز الدين. صامدين ومحمد رافض غير نضل صامدين.